بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. حياكم الله طلابنا الأعزاء في حصتنا اليوم. إن شاء الله سنأخذ تلاوة سورة القمر الجزء الأخير منها، ونطبق ما تعلمناه في مخرج الجوف ومخرج الحلق وباقي الأحكام التي تعلمناها من قلقلة ونون وميم مشددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر. لاحظ كلمة لوط، الطاء عليها تنوين كسر، لما وقفنا عليها أصبحت ساكنة فقلقلناها. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. أستخرج من كل آية من الآيات الكريمة مثالا واحدا على حرف يخرج من الجوف، ومثالا واحدا على حرف يخرج من الحلق، وأكتبه في الجدول. قال الله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. عندنا الحرف مخرج الحلق، عندنا الهاء في كلمة أهلكنا، وعندنا الجوف عندنا كلمة أشياعكم، الألف في كلمة أشياعكم. في الآية الثانية: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. عندنا مخرج الحلق العين في كلمة نعمة أو من عندنا، وعندنا مخرج الجوف الياء في كلمة نجزي.
الآية الثالثة والأخيرة: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. عندنا مخرج الحلق الهمزة إنا، وأيضا صيحة الحاء في صيحة أو واحدة، ومخرج الجوف عندنا فكانوا الواو. السؤال الثاني: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. الحرف الذي يخرج من الجوف في الكلمة التي تحتها خط في قوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر، الحرف الذي يخرج هو حرف الياء، حرف عذابي ونذر. عندنا حرف الألف، هو مش حاط لك، هو بزبوط الياء لكن هو مش حاطه من بين الأحرف، معناته بده يكون الألف هذا لأنها ساكن ما قبل مفتوح. مخرج الحرف الذي تحته خط في قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، عندنا شيء الهمزة، فعندما يخرج من الخيشوم ولا من اللسان ولا من الجوف ولا من الحلق، يخرج من الحلق ومن أقصاه. نتمنى منكم التدرب على هذه الآيات وتطبيق مخرج الحلق والجوف والقلقلة، ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.